اهلا وسهلا فيكم احبائي بحلقة جديدة من الف نهفة ونهفة. بحلقة اليوم بحب اخبركم عن احلى ليلة واحلى ليالي بعين ابل. هي لما كبر ربعنا كتير بسنة من السنين وصار من اكبر الربوع بعين ابل. بيوم من الايام بيجي لعندي صديق من الأصدقاء العينبليين، بتكون أمي طابخة بيتزا، بتحط البيتزا على الطاولة وبناكلها. حب رفيق البيتزا كتير وراح خبر كل الربع أنه أمه لشربل بتعمل بيتزا كتير طيبة، فصار كل واحد يقول لي بتعزمه على الغدا وما بتعزمني، واكل بيتزا وما اكل بيتزا. وقلت له لما امي ترجع تعمل بيتزا رح اعزمك على الاكيد. فبيدوق البيتزا بيحبها، بيقول واو لازم كل الربع يدوق البيتزا. فبيقرروا رفقاتي انه يشتروا غراض لامي، غراض البيتزا كلها، ونعمل سهرة بيتزا، عشا بيتزا. فصارت عادة من العادات انه كل صيفية نعمل عشا بيتزا. ليلة من هالليالي تيجي بنت عينبلية، اصلا عينبلي بس كانت معظم حياتها عايشة ببيروت، ما كنا نعرفها، تنضم لقلنا على الربع. وبأول ليلة من الليالي بتكون بسهرة البيتزا نتعرف عليها، وكلنا بنصير نسألها أسئلة وكذا وهيك. فبيجي بسألها أنا شو هواياتك؟ قالت لي هواياتي إني غني وصوتي كتير حلو. قلت لها واو صوتي كتير حلو؟ قالت لي إيه. صار كل ما حدا يسألها سؤال تقول له أنا صوتي كتير حلو، أنا صوتي كتير حلو. نحن بالسهرات طورنا السهرات كتير، وصار اذا بتعرفوا كلنا بنعرف سامر منصور اللي بدق على الاور، كان معنا بالربع وبعده بيجيب كان جايب الاور بهالليلة. ف منقرر انه نقول له يلا سمعينا سمعينا صوتك الحلو. فمنقول لها شو بتحب تغني؟ قلنا انا رح غني لكم بتونس بيك، وكانت بتونس بيك غنية نازلة جديد لوردة، وردة الجزائرية. فبقلها سامر منصور انا رح العب الغنية على الاورج وانت بتغني. فقالت له اوكي. فبلش سامر يلعب على الاورج، وهي صارت استعدت وكل شيء، وكانت الغنية على التالي. بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي فوق قربك الدنيانا، بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي فوق قربك الدنيا. لما تقرب انا بتونس بيك، ولما بتبعد انا بتونس بيك، لما تقرب انا بتونس بيك، ولما بتبعد انا بتونس بيك. وهيك بتخلص الغنية وكلنا منطلع ببعض وبنسقف لها ومنقول لها واو كتير حلو صوتك، كتير حلو صوتك، عجبتنا الغنية، كتير كتير موهوبة، وواو شو حلو صوتك، برافو برافو برافو. وبعدين تاني نهار الصبح التقينا بدار الكنيسة، و
قلت له انا سامر كيف لقيت صوت. صرنا كلنا لما نتذكرها نقول بتونس بيك وانت معايا. شكرا اصدقائي واصحابي واقاربي واهل ضيعتي وكل العالم بهالحلقة، وترقبوا حلقة جديدة من ألف نهفة نهفة. وثانك يو.